كي تبعد على حاجة أذاتك ما تسميش أنانية، كي تحبس ما تديش حاجة لخطش ما هيش مقنعاتك ما هيش أنانية، وكي تقول لا لا الحاجة ما هيش من اختياراتك ما هيش أنانية. عمرك ما تقول لروحك راك داير غلطة كي تخلي لروحك أولوية. نقولك شهي الأنانية، الأنانية هي كي تحفظ غيرك باه في القمة تكون انتايا. ما تكونش أناني، بس هنقولك حاجة، راحتك النفسية خليها ديما أولوية، وانسى بلي نهار احتجت ناس قراب ليك ما لقيتهمش، انسى انك درت الخير في ناس ما يستاهلوش، انسى انه الحياة والحاجات اللي راك متمنيهم مازال ما لحقتهمش، وحاجات بزاف استنيتهم بصح ما صراولكش وما وصلتهمش. اذا بعد ربي عليك حاجة اعرف بلي ما هيش مليحة ليك، وراح يعطيك حاجة افضل منها، واستنى الحاجات اللي تتمناها والملاح، لانه كي يلحق وقتها صدقني راح تجيك.